الخير بس هو هدف القلوب اللي شايلة البلد دي بجد، ومش هنتهز من أي حد. طيب خلوني أفكر حضراتكم بالسؤال اللي تلقينا عليه عدد كبير من الاستجابة على الصفحة. السؤال كان بيقول: ونحن في لحظة الحسم، المواجهة تحتدم، فهل نحن قادرون على الوقوف مع الدولة لاسترداد مصر كاملة؟ الحقيقة إن الردود بتاعت حضراتكم ردود كتيرة، وجات لنا عدد كبير من المشاركات على الصفحة، على صفحة الفيسبوك، ويعني أنا بستنى أكتر إن أنا أسمعكم بقى دلوقتي ونتواصل بيها. ولحد ما استقبل أول تليفون من تليفوناتكم، عايزة بس أقول لحضراتكم وإحنا بنتكلم إنه اللحظة مليئة بالمبالغات، وده جزء من تفتيت الجبهة الداخلية، ده السلاح اللي بيضربوا بيه دولتكم ورئيسكم ومؤسساتكم، جيشكم وشرطتكم. عايزة أوري لحضراتكم وإحنا على الهواء الآن، لو طلعنا ما كتبته جريدة الوطن في نسختها الإلكترونية بعنوان عاجل، قال كده بالظبط: مجهولون يطلقون النار على مستشفى معهد ناصر وإصابة فردي أمن. ده العنوان، ونازل على الصفحة الإلكترونية أو الطبعة الإلكترونية من جريدة الوطن، ومكتوب: كتب محمد كامل: أطلق مجهولون منذ قليل النيران على مستشفى معهد ناصر بعد اشتباكات بينهم وبين أمن المستشفى، وأصيب اثنان من أفراد الأمن المكلفين بتأمين المستشفى. طيب الصورة قدام حضراتكم، هنروح لنفس الجريدة، جريدة الوطن، وكتبت نفس الجريدة بعنوان آخر: مصدر أمني ينفي للوطن هجوم مجهولين على مستشفى معهد ناصر، وكتبت تحت: نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة صحة ما تردد عبر المواقع الإخبارية عن حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية. هنا هناخد بالنا من حاجتين: صحة ما تردد عبر مواقع، طب بس الوطن هي اللي كانت كتباه. الوطن لانها جورنان تقيل وجورنان كبير وجورنان مهم، ما كانش الاقدر بعلاقاتكم القوية مع كل مؤسسات الدولة ان قبل ما ينزل الخبر تحت عنوان عاجل نكلم المصدر الامني، ويبقى السبق بتاعنا مش ان احنا بننشر اللي منشور على مواقع وربما صفحات شخصية ما نعرفش مين اصحابها، فكان يبقى الخبر مختلف عن كده؟ خلوني أقول لحضراتكم مصراوي، والصفحة موجودة، احنا هنحطها قدام حضراتكم دلوقتي على طول. مصراوي بيقول: للمرة التانية انفجارات متتالية في محيط مدينة الانتاج الاعلامي. وكاتب محمد الصاوي: وقعت مساء اليوم الاربعاء عدة انفجارات متتالية بالمنطقة الثالثة امام مشروع ابن بيتك بمدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة. واحنا معانا اللي هو هاني عبد اللطيف، قال ما فيش اي حاجه من دي حصلت. يعني احنا في من القاهره، وانا شخصيا لما بقول لحضراتكم ان الحرب بقى افتعال ازمات وتخويف وكلام مش دقيق، انا بوري حضراتكم نماذج للطريقه اللي بنتعامل بيها. يا ريت مصراوي قبل ما ينقل من المواقع كان يتصل بمصدر امني او بالمتحدث والمكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، او يشوف برنامج من القاهرة وينقل عنه عن طريق اللي هو هاني عبد اللطيف. طيب خلوني ابدأ من العجوزة، ومعانا